أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم السيد خالد الملاح المدير التنفيذي لشركة أحمد علي اللنجاوي لمقاولات البناء. أستاذ خالد، نورتنا ونورت برنامج رواد الأعمال، نورت شاشة قناة ABC العربية. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم وعن شركة أحمد علي اللنجاوي المقاولات. يا هلا وسهلا فيكم ومرحبا فيكم، وأنا بدوري أرحب فيك وفي مشاهدين قناة ABC العربية. فنحن الله يسلمك، أنا اسمي خالد أحمد الملاح، أنا مدير تنفيذي لشركة أحمد علي اللنجاوي لمقاولات البناء. فالشركة الله يسلمك أسست في تقريبا قبل 13 سنة. ما شاء الله. فالحمد لله رب العالمين، من أسسنا الشركة هاي فالحمد لله شركة شغالة الحمد لله، وشركة الحمد لله رب العالمين، في عندنا مشاريع مخلصين وفي عندنا الحمد لله مشاريع شغالين فيها والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله عنكم، يعني خبرة تزيد عن 10 سنوات في سوق الإمارات وفي سوق دبي بالتحديد. خبرنا أكثر عن الخدمات ونوع المشاريع اللي بتم تنفيذها مع شركة. نحن الله يسلمك بداية الشركة هاي الله يسلمك أسسها صاحب الشركة اللي هو أحمد علي اللنجاوي. الأخ أحمد هذا الله يسلمك بدأ الشركة، بدأ في فيلة بنفسه روحه. أول ما بدأ يبني الفيلا طبعا جاب مقاول من برا وتعب معاهم أكيد، فجت الفكرة أن يسوي لي رخصة بناء، رخصة مقاولات، ويبلع عمال ويشتغل. فجاب عمال واشتغل في فيلته، وبعد فيلته الحمد لله شوي 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 بدأ إن الناس اللي كانوا حواليه وجيرانه وربعه وأصدقاء هذي قالوا، شافوا إنه هو شغال، فقالوا الرجال هذا مواطن ونحن نعرفه وريال مخلص. فبدأ، فالحمد لله رب العالمين، من الفترة هاي اللي هو بدأ فيها الحمد لله الشركة الحمد لله موجودة، والحمد لله شوي شوي الشركة كبرت الحمد لله، والحين وصلنا إلى هالمرحلة. نحن اشتغلنا كله الفيلل، المشاريع اللي نحن ناخذها كله من مؤسسة محمد بن راشد الأسكان ومشروع زايد الأسكان، كله من هذه نحن ناخذهم، وطبعا المواطنين. والحمد لله رب العالمين، يعني ما في مشروع خذيناه الحمد لله رب العالمين ولينا حين ما كمل، الحمد لله كل المشاريع ماخذينه، كل الحمد لله امورنا الحمد لله طيبه. ما شاء الله عنكم، طبعا اتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مجال المقاولات. طبعا في ظل المنافسه الشديده في دوله الامارات العربيه المتحده في جميع نطاقات العمل وفي جميع المجالات بصراحه توجد منافسه، وهذا شيء يدل على انه دائما الشركات تطمح أكيد ان تؤسس في شركة في إمارة دبي. خبرنا أكثر عن المميز عندكم عن باقي منافسيكم في السوق في هذا المجال بالتحديد. الله يسلمك، شوف شركة المقاولات في عدة أشياء لازم أنت تسويها عشان أنت تكون مميز وتتميز أنت عن باقي الشركات. أول شيء أنك أنت يكون عندك مخافة الله، صح، هذا واحد. اثنين، أنت تكون مخلص. ثالث شيء انك انت الشخص لما يجيك انت يقدم لك المشروع انت تعتبر ان هذا المشروع لك انت شخصيا مش للشخص هذا، صح. ففي هالحال اذا انت عندك الاشياء هاي انت تقدر تشغل. الحمد لله رب العالمين، نحن شركتنا، نحن شركه احمد علي اللنجاوي للمقاولات بنا، الحمد لله رب العالمين هالاشياء كلها موجوده عندنا نحن. فانا ما امدح نفسي ولا امدح شركتي، لكن الاشياء هاي موجوده لان احنا لما اخذنا مشروع يجينا من وراء 3 مشاريع، ناخذ مشروعين يجينا من وراء 5 مشاريع. ليش؟ لان الناس هذيل اللي احنا نبني لهم ونشتغل في مشاريعهم هذيل الله يسلمك هم اللي يسوون لنا دعايه، هم اللي يتكلمون ويا ناس ربعهم اصدقائهم اخوانهم ان نعم في شركه هاي في شركه كذا كذا هذيل شغالين هذيل شغلهم كذي. هذا على هالاساس انت تحصل ان شركه المقاولات، يعني هذا اهم شيء في شركه المقاولات، انك انت تكون مخلص وانت يكون عندك مصداقيه اكيد في شغلك. مصداقيه لما يكون عندك مصداقيه انت في شغلك، الشخص اللي انت تتعامل وياه مالك الفيلا هذا الشخص يشوف ويطالع ويعرف اكيد انه يكون عندك مصداقيه، فهني انت تكسب زباين اكثر من اللي انت جالس تشتغل معهم اكيد. بالفعل الحمد لله رب العالمين. وبعدين الدليل على هذا اذا واحد يبغى يتاكد قبل ما ياخذ اي شيء، حتى ما ياخذ بكلامي، قبل ما ياخذ يقدر يتاكد
من بلد يدبي، يقدر يتأكد من دار اقتصادية، يقدر يتأكد من مؤسسة محافظ الراشد للإسكان، يقدر يتأكد من مشروع زايد للإسكان، إن هذه الشركة شو تصنيفها بالضبط. فالحمد لله رب العالمين، نحن تصنيف الحمد لله يعني نحن نعتبر من ضمن 10 شركات، من ضمن أول 10 شركات اللي موجودين، من ضمن 10 الأوائل. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، لأن نحن ما عدنا لنا حين مشروع ما خلصنا الإنجاز الحمد لله رب العالمين، ولا عندنا أي مشاكل في أي دوائر ولا مع أي زباين الحمد لله رب ما شاء الله. يعني المصداقية والأمانة هي فعليا أكيد سر أكيد التميز أكيد في أكيد شركة أحمد علي اللنجاوي للمقاولات البناء. طبعا بدون هدف لا يمكن أن ينجز أي شيء في حياتنا. حابين نعرف الهدف والرؤية المستقبلية للشركة، وحابين نعرف أيضا الهدف للأستاذ خالد الملا. أول شيء هدف للشركة طبعاً شيء أكيد، هذا يعني طموح كل الشركات، أن نحن نكبر الشركة وشركة تكون أحسن شركة على مستوى الإمارة. هذا شيء طبعاً طموحنا نحن، ونحن يعني نحاول ونجتهد على أساس أن نكون في هالمكان. أما بالنسبة لي أنا كشخصياً طبعاً شيء أكيد، أنا أحب أن الشركة هاي تكون يعني من ضمن الشركات الكبار في الإمارة، وتكون شركة معروفة، وتكون شركة يعني الكل يتكلم عنها. فهذا شيء طبعا كل ما الشركة هاي تترقى، كل ما الشركة تكبر، كل ما الشركة سمعتها ترتفع، كل ما صح. أنا أكون يعني أنا أفتخر أكثر أكيد إن أنا أكيد الشركة هاي بقيادتي أنا فش اسمه. وفي نفس الوقت يعني الحمد لله رب العالمين الشركة نحن عندنا الله يسلمك عندنا مشاريع، ناخذ المشاريع، لكن المشاريع نحن عندنا حد للمشاريع، يعني انا ما اخذ اكثر من 10 مشاريع في وقت الحالي. الطاقه الاستيعابيه للمشاريع محدوده. نعم يعني نعم انا عندي حاليا 10 مشاريع، انا لما اخلص المشاريع اللي قبل مشروع مشروعين اخذ اللي بعده، لان انا اعرف ان انا الطاقه الاستيعابيه عندي انا هذا حاليا صح، لكن مستقبلا ان شاء الله اكيد يعني احنا بنكبر وبنزيد المشاريع اكيد اكيد. طبعا نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق والتميز ايضا والتوسع على نطاق الامارات كامله وليس فقط دبي، ولما لا عالميا باذن الله ان شاء الله. طبعا الامن والامان في دوله الامارات العربيه المتحده النعمه التي يحسد عليها جميع من يسكن هذه الارض الطيبه. كيف ممكن ياثر الامن والامان على سوق دوله الامارات العربيه المتحده، وكيف ممكن ايضا انه يساعد على استقطاب مستثمرين من داخل أو من خارج الدولة على حد سواء؟ هذا الله يسلمك أول شيء بفضل رب العالمين، وثاني شيء بفضل شيوخ الإمارات أكيد حكام الإمارات الحمد لله رب العالمين. الأمن والأمان الحمد لله، هذا تشوف أهم شيء في أي مكان، في حتى في حياة الإنسان أهم شيء، ما بالك في دولة فيها أمن وأمان شيء طبيعي. هذا أكثر الناس يعني اللي يبون يرسلون لأي دولة أول شيء يسألون عن أمن وأمانها صح. فالحمد لله رب العالمين، نحن بفضل الله وبفضل الشيوخ الحمد لله الأمن والأمان الحمد لله رب العالمين. يعني أنت سواء في التجارة سواء في أي شيء أنت تبغى ما عندك أي مشكلة، نحن الحمد لله رب العالمين شغالين، الحمد لله رب العالمين الحكومة تحمينا من كل النواحي من كل جوانب، فالحمد لله رب العالمين ما عندنا أي مشكلة من ناحية إيش اسمه الحمد لله توفير البيئة، من ناحية التوفير مساعدتنا، من ناحية من كل النواحي الحمد لله رب العالمين الحكومة الحمد لله وقفوا ويانا، ونحن نشكر حكومتنا وصراحة نحمد على هالنعمة اللي نحن فيها صراحة. أكيد طبعا نوجه رسالة شكر لجميع شيوخ وحكام دولة الإمارات من طاقم عمل برنامج رواد الأعمال. في نهاية الحلقة حابين نتشكرك على ظهورك معنا اليوم. قبل ما ننهي حابين أيضا نتعرف على كيفية الوصول والتواصل لشركة أحمد علي اللنجاوي لمقاولات البناء. الحين الله يسلمك، أنا عندي كلمة قبل ما أجاوب على سؤالك. أنا أول شيء أن أشكر شيوخ الإمارات أكيد، أشكرهم على كل الأشياء اللي موفرين نحن. وثاني شيء أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس نائب رئيس الدولة حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أشكره شكر جزيل لأنه موفرنا كل شيء كل يعني موفرنا بيئة إن نحن نقدر نشتغل. هذا شيء. أما وثاني شيء أنا أشكر صاحب الشركة الأخ أحمد علي اللنجاوي، إنه صراحة يعني هو الداعم الأساسي لنا نحن سواء مادية أو
او معنويه معنويه او ان شو اسمه يعني ارشاديه. هو صراحه يعني ريال والنعم فيه وما مقصر ويانا، وهذا السبب ان احنا الحمد لله رب العالمين مستمرين وان شاء الله نستمر لين قدام. الله يسلمك. ان احنا طريقه التواصل احنا عنواننا في ند الحمر، شركه احمد علي اللي نجاوب لمقاولات البناء ند الحمر، موجودين مكتبنا موجود في ند الحمر. رقم التواصل طبعا احنا عندنا 04-333-96-92، هذا رقم المكتب رقم الارضي. اما الرقم الموبايل اذا حد بغى يتواصل ممكن يتواصل معي رقم شخصي 055-538-5353، هذا رقمي. ورقم الايميل والاشياء الثانيه اعتقد ان تقدرون طبعا جميع ارقام التواصل والايميل ايضا سوف تظهر اسفل الشاشه في نهايه الحلقه. بنحب نوجه رساله شكر ايضا للسيد احمد علي اللنجاوي، وبنوجه له رساله شكر من طاقم العمل ايضا. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.